راسك وبحيت التحكيم. شوف دابا الدراري الصغار خصنا نعاونهم، لان سمعنا ان لجنه التحكيم قالت لهم حيت كاين مشاكل ما كاينش الفار، ملي كيكونوا قالت لهم ضربات جزاء ما تصيفوش على تيبان الدم اي حاجه شكيتو فيها. وشكون اللي تفرج راه كاين واحد الهدف مشروع ديالنا في لاصاري اللعاب هرس اورجو مركز حمودي، والاربيت تخاف شويه تعبر ويس اورجو لان كانت الطاقه 43 ما قدرش يتحمل المسؤوليه. ها هو هدف كاينه ثلاثه ضربات الجزاء ديالنا واضحين عادي جدا، لكن هذو هما الحكام ما نعاونهمش الفار، حكام شبان اللي قالوا لهم توصيات انهم يخليو الكره يخليو اللعب ما يسيفليوش يعطيناش حقنا يعني، وتعادلنا وما كناش الهدف اللي سجل السعودي. ولكن كره القدم هي هذه مره لك مره عليك تمر مره تنعب على شويه ما بقاش عليك. ولكن حنا ان شاء الله خلطونا ثلاثه الاسابيع حنا، لان حنا كما قلت الساعه عندنا في 19 يوم، لان لو 4 و 25 عندنا حنا ان شاء الله حنا بس الحاجه في هذه الفرحه اللي عطاونا شي راحه في ثلاث اسابيع. ان شاء الله غادي ما غتزيدوا تشتغلوا تزيدوا الافكار ديالهم تطبقوها الدراري يكون انسجام اكثر، ثم تجي مع ذاك الميركاتور لان محتاجين مهاجمين. حنا لقينا اللاعبين في ركريت مول في كيفاش بجوج لاعبين ولا ثلاثه يمكن الزاهري اللي طلبته من الوداد اللي كنعرف التقنيه ديالو الاول شفتو في الهوات، ثم كاين هاشمي اللي تصاب لينا في كسر، ثم كاين الغريب فقط ثلاثه لاعبين اللي جبت. اي مدرب على الاقل كيجيب واحد 6 لاعبين ويكريمهم ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله من ان شاء الله تكون شي توقف ونستغلوه ان شاء الله باذن الله في ترميم الصفوف الفارق اللي غيعطيونا الاضافه باذن الله. ونعاود لا سيما الشق الهجومي ان شاء الله خصنا لاعبين دي بي في كار اللي غيعطيونا الفرق في اثناء المباريات. شكرا. اول قبل ما نقدر نتكلم على المقابله، اولا كنبغي نشكر تنهني فريق الكوكب المراكشي على الانتصار ديالو اليوم اللي سبق لي وحملت القميص ديالو في 2005 2006، فكان كل احترام لهذا النادي الكبير العريق هذا. بالنسبه للمقابله ديالكم، المقابله ديال اليوم كنت شفت الاطوار ديالها كيفاش دازت، يعني تحكمنا في جوج الاطوار المقابله سيرتو في الشوط الاول، يعني حاولنا نديرو البلوك ميديوم ونلعبو حتى الامكانيات المتاحه اللي عندنا، حتى لا بليبار ديال اللعابه اللي عندنا فقط متيتزاوجش العمر ديالهم قل من 23 سنه، ما درناش لهم بريباراسيون مزيانه، يعني حتى الضائقه الماليه اللي تعيشها في هذا القاسم، حتى الملعب اللي ما عندناش تنحاول نطرق ليه من خلال المرمر ديالكم. حاولنا نلعبوا على الامكانيات المتاحه امام فريق اللي كبير، حاولنا نديروا بلوك ميديوم وما نحاولوش نزيدوا، لان عارفين الكوكب عندها فريق لعابه متمرسين، حاولنا نديروا بلوك ونحاول نهزوا لو ريتم باش نطيحهم في فليبياج. وداك الشيء اللي وقع لي اللي تاتى لينا، تحكمنا في جرات المقابله، جانا الهدف الاول، الهدف الثاني ما ربما العامل ديال التجربه، اللاعبين اللي صغار السن ديالهم ما كيتعاملوش مع لي زوكازو اللي جانا، كنا ننهيو الشوط الاول على الاقل بواحد الهدف ولا هدفين ونلعبوا الشوط الثاني باريحيه. كيف ما قلت لك ما تعاملناش مع لي زوكازو اللي جاونا، يعني في الشوط الثاني بقينا على نفس النهج، يعني محتاطين من الخصم محتارمين الخصم وكنحاولوا نديروا مرتدات، يعني حتى ما نتكلم عاوتاني حتى الشق ديال التحكيم راه ما عاوناش اليوم، نخلي الناس ديال اهل الاختصاص هما اللي يدخلوا فيه، لان كانوا بزاف ديال القرارات مؤثره ما كتخدمناش، خليو اهل الاختصاص يهضروا على التحكيم. على العموم انا ساتيسفي راضي على اللعابه ديالنا، قدموا مقابله كبيره امام جمهور كبير كيف ما قلت لك تستقبلوا التجربه. جانا الهدف اخر انفاس المقابله، وهذا حتى هو عامل التجربه، عرفوا كيفاش يستغلوا النادي الكوكب مراكشي. ما علينا نزيدوا نجتهدوا وتنحيي اللاعبين ديالنا على المقابله الكبيره اللي داروا. يعني في القدوات تاعنا وطبقنا التعليمات حتى اخر دقيقه تبدلنا البيت، والحمد لله كنشكر السي جواب على هذا الانتصار، والحمد لله بقينا في الصداره حيت الماتشات اللي فاتوا كاع هذوك اللي تابعين نربحوا، كان خصنا حتى حنا نربحوا، كان عندنا واحد الضغط كبير، ولكن الحمد لله تبدلنا الفوز وان شاء الله نفكوا في الماتشات اللي جايين. الحمد لله اليوم احنا فرحانين حيت ربحنا وكسبنا 3 بوان اللي مهمه لنا بزاف، وكنشكروا اللعابه على هذا المجهود وعلى المدرب الحمر اللي صراحة هذه المباراة اللي كانت صعيبة بزاف ضد اتحاد سيدي قاسم، واليوم احنا عندنا 17 نقطة وفرحانين بزاف حيت ما خرجاتش 3 بوان على مراكش وبقات عندنا هنايا، وكنتمناو الخير في باقي المقابلات إن شاء الله ونطلعوا هذا العام. كانت المقابلة كيف جات المقابلة من ناحية هذا الفريق القاسم اللي هو فريق قوي جدا؟ الصراحة فريق قوي بزاف، وشاهدنا المباراه اللي قبل اللي كان انتصر فيها، واليوم جاء على اساس انه يتي 3 بوان ولا بوان، ولكن الحمد لله ما توفقش، قدرنا احنا نتوفقوا ونتيوا 3 بوان الحمد لله. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو
اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.